تقدم بمنطقة تقدم بمنطقة تقدم بمنطقة وداخل على الجول وجول 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 صلاح هداف الدوري الانجليزي يحطم الارقام. شيرين عبد الوهاب تقلد محمد صلاح. ما معنى حركه صلاح في لا انا التايم لاين كله بقى كوره. ليفربول عن يوجا محمد صلاح، عايز تتعلم هدوء الاعصاب اعملها بالطريقه دي. يوجا صلاح تنضم لقائمه ابرز احتفالات نجوم كره القدم بالاهداف. الله عليك الله عليك. محمد صلاح يعود لاحتفال اليوجا امام مش عارفه ايه. انا مش معقوله، انا ماليش في الكوره اصلا يعني. ما انا بحب محمد صلاح بس مش لدرجه ان كل التايم لاين كوره 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 كوره. بس ليه مش عندنا فريق للكره النسائي، كره القدم النسائي؟ ده اللي ناقص يعني. الاهلي يبقى فيه فريق نسائي، والزمالك فريق نسائي، غزل المحله، وامبي وطلائع الجيش. قاعدين ليه كده؟ في نفس سنه هتحصل. أيوة. على فريق بنات المنصوره لانه هيبقى احلى فريق. افتكروا كده ممكن يحصل ايه؟ التايم لاين هيتقلب كله فضائح فريق كرة القدم النسائي. دي غيرانة من شورت دي اللي مش عارفة مين، ودي جزمة مين أحلى جزمتك أحلى من جزمتي. يعني انت تفتكري إن هم هيلبسوهم شورتات في الملعب؟ أمال كرة قدم بتفتكري هيلبسوا إيه يعني؟ يعني هم مش هيلبسوا شورت وتحتيه ليجن. ليجن ليجن. أفضل إن ما يبقاش فيه فريق كرة قدم نسائي بس ما يلبسوش ليجن. ليه؟ ما ينفعش. كل فوله وليها كيال على فكره. هتلاقي كل الرجاله في القهوي قاعده تتفرج على شوطات الستات. لا ولا المعلقين. بصي بقى، شوت يا موزه واجري وراها يا جميل. ايوه يا مقلوه زانتا. هي دي التعليقات. ها ليه احنا كده بنحول كل ثقافه الى ثقافه رجوليه بحته؟ ليه احنا عايشين في مجتمع رجولي بحت؟ مفيش حاجه تقدر الست تعمل فيه اي حاجه، حتى كره القدم خلاص بقت لوحدها مقفول على الرجاله. الحضري يعلن انضمام ابنته لفريق الكره النسائي لهذا النادي. ايوه حضري. قوانين كره القدم النسائيه، تفتكري انه ممكن فريق كره القدم النسائي نادي الزمالك يغلب الاهلي؟ تخيلي بقى الزمالك يعني تنتشي روحه المعنويه كده تبقى وتحسي ان الزمالك رجعت تاني على الاراضي الملاعب بسبب الفريق القدم. ده شوفي الرجاله ومقطعين بعضهم ازاي في اهلي وزمالك، فما بالك بقى لو الخناقه دي اتقلبت ستاتي. لعلمك ممكن بقى ستاتي تحل المشكله دي كلها. ازاي؟ ازاي ممكن ما يبقاش في كل الخناقات؟ والله اه طبعا. ازاي ممكن نكدهم في نحرهم؟ لا تخيلي لو المعلق مثلا مراته بتلعب في الفريق، ام اسماء ماشيه عشان اسماء ام اسماء ماشيه كوره، شدي حالك يا ست الحلوين، ما ينفعش الكلام ده. حسبنا بعدين في البيت على الحركه اللي عملتيها دي، شدي حالك. ادي له ادي. لا مش معقول مش معقول، ام اسماء كسفتينا يا ام اسماء. اوب 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 اوب. ام سامك عملت ام اسماء، ام اسماء وقعت على الارض. نلحق يا جماعه فريق الانقاذ. فريق الانقاذ نزل على ام اسماء. ام اسماء حامل. يا نهار ابيض. الف سلامه على ام اسماء، ربنا يلتحها بالسلامه. بالليجنز يا صلاتي.